عمر أخوذ أخذ الجد. كان هناك واحد كتب دراسات لمصري اللي يشتغل واللي بدأ كيبدأ يعطي لي برومي زيليمون نقدر نقولهم لكم. تيقول لك تخاصي فيه تقريبا واحد 240 كيلومتر، اللي فيه تقريبا 60 كيلومتر ما بين لي تونيل إي لي بون. بداك عمر تطيح تي جي في سوفا إي فا ترافيرسي لا فيل دو كادير أون سوتيان، يعني مغيدوش وسط المدينة ويفرقها ما بين ضفة يمنى ويسرى، غادي يدخل ويدوز في نفق المحطة ديالتو الكبرى يقال. هادشي كلو كنعطيه صورة زاد، كنعطيه غير أفكار بين قوسين أمور غادي توضح من هنا القدام إن شاء الله. الناس ديال لون سيف قايمين بشغالاتهم والأمور كتمشى. بالنسبة لباب المرصى، باب المرصى كان هناك إحصاء وكان هناك ترحيل لهذوك الناس. الإخوان اللي مبغاوش يفهموا أنه في باب المرصى كاين واحد مجموعة من الناس يزاولون وعندهم علاقة تعاقدية مع الجماعة. ما معنى علاقة تعاقدية؟ كاين هناك رخصة، كاين اللي عندو رخصة ديال بيت خاص، كاين اللي عندو رخصة ديال بيت عام كيوسك، كاين اللي عندو رخصة ديال قريصة، كاين اللي عندو رخصة ديال طبلة، كاين اللي عندو رخصة تيغسل اليدين، كاين رخص. وفرق الفرق كاين بين الرخصة والرخصة، كاين الرخصة مثلا ديالها 3 شهور وبيكون قادر عمرات السنوات. ولكن كاين واحد الفئة أخرى اللي سميتهم لي جيستيونير، لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع الجماعة. هذوك الناس كيكون واحد السيد عنده محل تما، أش كيدير هو؟ تيكري واحد لو جيستيونير، وتما راه كانوا الناس كيكريو يوميا، تيكري لو جيستيونير راه 2 سنتيم لا جورني في أيامات الميتة. في الصيف كتوصل 600 درهم و 800 درهم يوميا. حنا باش ما نضيعوش هذوك لي جيستيونير، حنا تنقول هذا مشروع ملكي، وجينا بغينا ناخذوا إحصاء شامل. باش نقول لهذاك أي واحد تما تيقول لي مخدم الناس، نقول له دير الله يخليك بروتوكول، وحط لي أنايا بغيت الأسماء ديال الناس اللي خدامين معاك، اللي خدامين. باش غنجيو حنا الوقيته، فاش اللجنة غادي تحدد، وبحال اللي قلنا القاعدة الكبرى شنو هي؟ ملك خاص يساوي ملك خاص، ملك عام يساوي ملك عام، كريصات يساوي كريصات. واضح ما بغيناش نضيعو حتى واحد، وما بغيناش نضيعو حق البلدية. وهذاك اللي عنده ملك خاص وغادي يجي غادي ياخذ المحل، وكان هو في الفترة السابقة داير دي جيستيونير معاه، راه إلا ما جابش معاه دي جيستيونير داك البروتوكول ما غياخدش، خصو حتى يجي من عنده تنازل باش ما نخلقوش آفات اجتماعية. دونك أنا مع أون ترونسبارونس ونحاولو نفكو هاد المشكلة العويصة، راه ما ساهلاش أكثر من هكا، راه ما كاينش. دونك بالنسبة للأنفاق الحادية عشر، دابا الأنفاق كانت بدا الإنجاز، كان في الأول بداو الجوج عبد الرحيم بوعبيد وهذاك ديال البارو إيست ويست، وكانت أونتخ طون كانت جات واحد الرسالة من وزارة الداخلية كتقول بأنه الأنفاق يجب أن يقرر فيهم بموجب دراسات، تكون دراسة ديال السير والجوانب. ماشي تنجيو تنقولو راه كاين هنايا لومبوطياج، راه هو ندير انتريمي. حيت واحد الوقيته ولاو جميع المدن في المغرب كلشي كيدير انتريمي، ولكن غير مبني على دراسات. ومن هنا كنا ديك الساعات شفنا واحد بمبادرة مع وزارة الداخلية، كانت ايتود اللي دارتها ترانسلاك، إطار السير والجولان في أكادير الكبير. دارت ديك الدراسة، كنا ديك الساعة تسرعنا، كنا نقول الله يخليكم تعطيونا غابيدمون بوغ لا فوا اكسبريس لا فوا دو بونتورو. راه الاتفاقية الإطار الموقعة أمام صاحب الجلالة كانت كتقول غيكون عندي واحد 11 مليون أوفراج بالبون باساج نيفو سوبيريور. دونك الدراسة اش عطات؟ الدراسة عطات بأنه الأنفاق الأولى التي تم إنجازها عين العقل نزلت مزيانة مالغري بعض الملاحظات بسيطة. الأنفاق اللي ضرورية دابا باساج سوبيريور في الجيش الملكي، هذاك اوبليغاتوار، الجيراتوار ديال الجيش الملكي خصو يكون تما مع الحي المحمدي اوبليغاتوار. كاين الآخر اللي غيكون في لافوا دو كونتورنمون ديال أبارس، لأنه دابا حبسنا لافوا دو كونتورنمون في أبارس.
ودرنا هذيك لا ديفياسيون كندخلوا باش نتلاقاو مع لا فوا اكسبريس او نيفو ديال الجيراتوار ديال الجيش الملك. مي نورمالمون لا فوا دو كونتور لو فور غاتمشي تكمل حتى لانزا وحتى لمرسى. كاين نفق اخر اللي هما خدامين فيه دابا هو النفق ديال تيمرسى راه اشغال فيه. كاين واحد لو باساج نيفو في لا فوا دو كونتور لو مون دابا اللي كاين الترافيرس الطريق ديال تاودات دابا باش الا غتمشي للمطار دابا هنايا هو اللي بقى باقي معطل تيقولوا من هنا تقريبا واحد من ترونتين دو جور غادي يسير باش تولي الطريق تمشي دابا من شارع الجيش الملكي تمشي حتى لايروبور الطريق كلها غادي دونك هادو هما الانفاق اللي بمقتضى الدراسه قالوا انها ضروريه تاع كانت بعض الانفاق اللي كانت نورمالمون كاينه في تيكيوي يعني الدراسة قالت بأنه هاد لافوا دو كونتورمون يعني غادي تخفف الضغط على تيكيمين لأنه تيكيمين سي لو جيراتوار اللي كيروح شمال المغرب بجنوبه اللي غادي يمشي للصحراء اللي غادي يمشي للتارودان اللي غادي يمشي للتفراوت اللي غادي يمشي للمطار كلشي كيدوز على تما. دابا الناس اللي جايين داخلين من طريق مراكش بغا يمشي للجنوب راه غادي يوصل يوصل لك لا تريميل الاولى اللي دارت في دراكا ويدور ويكمل بلا ما يدوز على تيكيما. دابا حنا شنو تنقولوا دابا حيت الا وصلتي مع الطريق ديال المطار كتخرج تما الا بغيتي تمشي تيزيد خاصك تدور عليه ترجع عاوتاني عاد تمشي. دابا هنا خاص هذيك الطريق تكمل باش تلاقى ودايور لا بون نوفيل هو انه اوتوروت اكادير تيزنيت هي لاكتواليتي راه الجهه مشكوره مع وزاره النقل الاخوان وزاره جيز الاخوان راه خدامين وكاين هناك تصور باش تكون هذيك الطريق. دونك بالنسبه للاخوان دابا اللي غيمشيو لايروبور دابا تي با اوبليجي باش تدوز على تيكي تدوز ديريكت من لافوا دو كونتورمون اللي غادي يمشي بحال تنقولوا الناس اللي كيمشيو لتاودان الناس اللي كيمشيو دونك سكي فيه واحد الضغط اللي غادي وتنقولوا عاوتاني انه تم عاوتاني الملاحظه ونشوفوا اشنو اللي غادي خص يدار ان شاء الله. بالنسبه للملفات ديال التفويت كنهضروا على المخيم الدولي والكومبينغ وكاين لاباطوار حتى هو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.